الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. كنشكر الحضور ثاني الكريم وثاني كنتشرف بالحضور ديالي معكم هذا النهار. For everybody, for being here, what I want really to say is that we really we have to congratulate ourselves, all of us, of having such angels within us. They are really amazing. Especially المبادرة جات عفوية باش هاد السنوات اللي اشتغلوا فيها التلامذة ديالنا على المناظرة على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي باش تبان للعالم بأسره، وهما يستحقوا كل تشجيع، وهذا هي وهذا هو الهدف. والهدف الثاني هو أن خصنا الخلف، بمعنى هاد التلامذة تبارك الله الأغلبية ديالهم في السنة الثانية بكالوريا وغادي ينجحوا إن شاء الله لأنهم متفوقين وهما رجال ونساء المستقبل، بغيناهم يخليو خلف. لذلك بغيت نقول انه لاي واحد ما ترددش انك تشارك في المناظره، عمرك ما تفكر انك تردد. علاش؟ حيت غادي تضيع عليك جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي انك غادي تضيع عليك الفرص ديال التعرف على الناس واصدقاء جدد، ثانيا الفرص ديال انك تخلص من هذا. اليوم حضرنا بدعوة من تلاميذ وتلميذات ديالنا، تلاميذ اللي هما تلاميذ ديال نادي فن المناظرة، وما شاء الله الأجواء كانت كلها مفعمة بالمحبة المتبادلة وبالتقدير اللي كنكنوه ليهم واللي كيكنوه لينا. اليوم كذلك كانت فرصة باش جميع الفعاليات ديال المؤسسة بما فيها تلامذة وأساتذة وإداريين تعرفوا على ما قاموا به تلامذة ديال يونغ ديل بيترز في الرباط في المسابقة الأخيرة اللي كانت على الصعيد الوطني. شكون علينا؟ انتي؟ والله الا انت احسن منا، وهاد الكلام اللي تيديروا هادشي كلهم احسن منا، وحنا ما كناش نجيبوا 18 و19 على 20 في الرياضيات ولا في الفيزياء ولا في السفر ولا في الغرب، هادو تبارك الله تيجيبوها، وانت هاد كتب عليك يقول لك سكان تيجيبها، ها هو هذا كتب عليك قال لك سكان تيجيبها. لسان الكلمات باش نعطل، ولكن انا هو الصور هذه كتخلي الانسان دون ان يدري في الدموع. ما عرفتش انا بديل لهاد الوليدات انهم كيخلوني نعيش انسانيتي. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. هادشي اللي قال الاستاذ بحاري هو كله واقع، وهذا هو الواقع، ان الطلبه باقين عندهم تلاميذ، باقي عندهم طاقات وعندهم مواهب خازنينها، وهادو سو سون ميز اليف، هادو الاغلبيه ديالهم، وجو سوي فيير 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 داسيستي لهاد الحفل اللي داروا ديال تقديم جوائز وتعريف بالانشطه اللي داروا بها. وملي كانوا كيقراو عندي العام اللي فات وانا كنشوف فيهم هاد النظره وكيبان لي الطاقات كاينه عندهم، وعندنا هاد العام مازال طاقات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.